انا رحت للدكتور الدكاترة كان بيقول لي لا انت خلاص انت بتشتغل ايه؟ بقول له انا بشتغل محاسب. فقال لي لا يعني تقريبا انت تنسى شغلك المحاسب دي لان خلاص ما بقتش مناسبه لموضوع البصرة وكده. معانا استاذ محمد الشعراوي، اول مدير حسابات كفيف في العالم. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قولي الاول انت خريج ايه؟ بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه 2001. وبعدين اشتغلت ايه بعد كده؟ اشتغلت في حاجات كتيره جدا لحد في 2003. كنت مدير عام باحدى الشركات في الغردقه اللي ليها محلات تجاريه، مجموعه من البازارات والسوبر ماركت. كنت فاقد للبصر وقتها؟ لا كنت مبصر جدا. انا فقدت البصر في 2004 بالظبط. حادث ولا ايه؟ لا، تأثير مرض سكر على الشبكية والعصب البصري. وبعدين اللي حصل بعد كده؟ وبعد كده قعدت في البيت لمدة 5 سنين. الحمد لله اكتئاب حاد، محاولات للانتحار فشلت الحمد لله بفضل من عند الله. يعني صاحب العمل اللي انا كنت شغال معاه في الغردقة اتصل بيا في 2009 قال لي يا محمد، هو يعني راجل من الناس فعلا قلائل في الزمن اللي احنا فيه، ان هو حتى ما فيش كل شهر شهرين نكلم بعض يسأل عليا فترة حتى ما بعد لما سبته من الشغل. وهو كان عارف قدرات محمد يقدر يعمل ايه كده، فهو عايز يخرجني من اللي انا فيه. طبعا في 2009 هو عنده هايبر ماركت كبير في الرحاب، مدينة الرحاب، وغير ان هو شركة اصلا شركة تجارة مواد غذائية. فقال لي تعالى انا عايزك تشتغل معايا. طبعا من انا ساكن في المعادي، من المعادي للرحاب ده ساعتين ونص رايح على الاقل وساعتين ونص راجع. كنت بتتنقل ازاي بقى وانت لسه العام؟ لوحدك؟ لوحدي. طبعا بمساعده الاخرين اللي في الشارع يعني. أيوة. مش معايا مرافق ملازمني. يعني انا بعشق لغه الارقام يعني. أنا حتى مسميني الاله الحاسبه المتحركه لحد النهارده. بدون ما بستخدم كالكوليتر او كمبيوتر او اي حاجه بحسب ارقام بالجمع والطرح والضرب والاسم وكل حاجه. طب 12 في 13 بكام؟ 12 في 13 120 156. صح. فالحمد لله رحت انا قلت له انا عايز، قال لي انت ايه محتاج ايه طب في الشغل؟ قلت له انا محتاج جهاز كمبيوتر. حتى الراجل اندهش، انت ازاي جهاز كمبيوتر؟ لان مش عارف، ناس كتير ما تعرفش ان المكفوفين بيتعاملوا بالكمبيوتر عن طريق البرامج الناطقه. مدير حسابات ازاي؟ ولا انت كده كده خلاك خلاني انا مدير الحسابات بتاعه. انا التقارير المحاسبيه انا اللي بعتها في الجرد، حتى لما كانوا بيعملوا جرد انا اللي بظبط عمليه الجرد، بظبط كل حاجه، الارقام بكل حاجه. حتى الناس اللي شغالين في السوبر ماركت دايما عايزين يعرفوا نتيجه الجرد يجوا يسالوني انا. والناس بقى كانوا بيتعاملوا ازاي مع موضوع زي ده، ان مدير حسابات فاقد للبصر؟ طبعا هو بصي يعني احنا بشر، احنا بشر، بس الناس كانت بتتعامل بامانه بمنتهى الاحترام يعني. بس ما كانوش بيستغربوا؟ جدا، لا استغراب جدا يعني. وحتى اي حد انا بقول له انا مدير حسابات فاكرني بيهزر يعني. انا اقول لك بص، هو مش صعبة على شخص زيك بتحب الارقام، بس هو الصعب ان انت قادر تتعامل لوحدك من دون بدون ما حد هو اللي بيكتب لك وينظم لك يعني، ياخد منك من لسانك ويكتب، لا انت اللي بتعمل كل حاجة لوحدك. لا ده بفضل من عند الله. انا مدير الهايبر ماركت بيقول لي يا محمد انت بتسمع الارقام احسن ما احنا بنشوفها. المقولة دي لسه مسجلها في يعني في دماغي. مصنف كالوحيد يعني، انت الوحيد في العالم مدير حسابات يعني. انت دخلت الموسوعه مثلا ولا انت اخدت اللقب ازاي؟ للاسف انا ما دخلتش موسوعه جينيس، بس اللقب ده في بناء عن مواقع اخباريه محليه ودوليه. وانا عملت يعني لما هم نزلوا اول موقع فانا استغربت ازاي يكتبوا كده مدير، اول مدير حسابات في العالم تمام كفيف. استغربت فعملت عمليه سيرش على الانترنت، ما لقيتش حد تاني يعني. انا عملت عمليه سيرش سواء باللغه العربيه او بالانجليزيه، خلاص ما لقيتش يعني. ما طب ما بتحاولش انك تقدم في الموسوعه؟ لا، الموسوعه دي هقدم لها في حاجه تانية بقى. في ايه؟ انا صاحب مبادره في 2013، اول كفيف وزوجته الكفيفه عايزين نطوف العالم لدعم اقتصاد مصر.
حضرتك بتدرس لمبصرين ومكفوفين، بتدرس لهم ايه؟ كمبيوتر، برامج اللي هو الويندوز والاوفيس والانترنت. شفهي بقى يعني؟ ده مش شفهي، عملي. ازاي؟ عن طريق الكمبيوتر. زي ما انت قلت لي انت حافظ كل الزراير وبتتعامل. حافظهم انا اصلا، يعني انا في بدايه الكورس، اي كورس بيبتدي الانترودكشن اللي احنا بنديه ازاي احفظ الكيبورد. تمام، ازاي بقى بعض عام ان شاء الله، يعني ممكن تاخد 4 5 6 حصص في تحفيظ الكيبورد كامله، ال 108 زرار الرئيسيين والشورت كات كيز بقى بالممارسه. يعني بقى يعني بس انا اعرف اقول له مثلا الالف فين، الب فين، الت فين، يحفظها ازاي، حركه صوابعه على الكيبورد تبقى عامله ازاي، يعرف. وعندك كم شخص ممكن كم شخص مكفوف وكم شخص مبصر؟ انا لحد النهارده انا مرر فوق ال 120. استخدمت العصايه دي من اول 2013. تمام. بس الحمد لله من اول 2013 بقت رفقت، يعني لو حصل لها اي حاجه انا بتجنن يعني. فالحمد لله يعني. حصل ايه بقى؟ المهم وانا مروح فقلت ايه، انا اخش يعني، هو انا مخشش، هو جاي يمين يبقى انا اخش شمال. في مين؟ خلاص انا جيت اخش يمين، دخلت كان في سور ارض محفوره، ارض كبيره محفوره كده تحت 3 متر ولا 4 متر حاجه كده تقريبا، وكان متصوره بسور بس كان في فتح، انا دخلت في الفتح يعني. فاخدت الارض دي دحرجه 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 طبعا، مع ازاز مع كل حاجه، البنطلون طلع متقطع، وشي وايدي وكلها جروح. تمام. انا لا للاسف انا كان معايا موبايل كده حتى عادي مش ناطق. تمام، ده الكلام ده في 2007. انا اخر نمره متصل بيها اختي، فرحت ايه هديت كده شويه وانا تحت بقى، ما حدش شايفني ولا انا شايف حد يعني. فهديت كده فاتصلت باختي قلت لها الحقي انا كذا كذا كذا. دي لحظه انت بكيت فيها؟ انا اقول لحضرتك حاجه، اللحظه اللي مش بكيت قد ما حصلت لي حاله من الصم المؤقت لمده 24 ساعه.